يس انتبهوا وياي لهذا السؤال ايضا سؤال وزاري اعتقد يس 2020 هذا. شوفوا هاي الكلمات بهذا التمرين احنا قلنا اذا حتى لو ما تعرفون المعنى يعني على القاعدة شوفوا الموقع هذا شنو مثلا سنيز هذا verb شوفوا commit هذا verb faint ايضا verb و goes up ايضا verb شوفوا ايش قد يعني جاب لنا بهذا السؤال جاب اربع افعال وهذه paint killers اسم جمع و thief اسم مفرد زين يعني اغلب المواقع راح يكون موقعها فعل زين انا وين راح شلون اعرف اخلي الفعل المناسب للجملة انتبهوا لبعض الملاحظات I've got a terrible headache can I have some صراع عندكم كلمة headache اللي هي معناها وجع الرأس شنو العلاج لوجع الرأس حتى لو ما نعرف المعنى شنو هي pain killers لازم شنو المسكنات فاكتب شنو pain killers عندكم هذه صم يجي وراها اسم اوكي سواء كان معدود او غير معدود زين فبهاي الحاله ما راح نختار الافعال لازم اسم اما pain killers or thief وهذه صم لازم يجي وراها اسم هنا pain killers اسم جمع معدود اسم معدود اذا كان معدود لازم يكون جمع نجي إلى 2 in Britain في بريطانيا the number of diabetics عدد المصابون بداء السكر every year شوفوا هاي the number of diabetics لازم شنو وعدكم هذا every year يشير للمضارع البسيط الفاعل هذا كله the number of diabetics مفرد هذا يشير للمفرد دائما كلمة number وراها اسم على number ناخذ اوكي فنمبا اسم مفرد راح يكون الفاعل شو يكون الفاعل يكون مفرد بما انه الفاعل مفرد والزمن مضارع بسيط فنختار شنو نختار الفعل اللي ضايفين له اس الشخص الثالث وين من هاي الافعال ضايفين اس الشخص الثالث للفعل فقط هاي الكلمة اللي هي goes up طبعا معناها شنو يرتفع يعني عدد المصابين يرتفع كل سنة اوكي 3 have you got a cold يقول هل تعاني من الزكام No I always فراغ عندكم كلمة always always دائما تجينا مع present simple مع المضارع البسيط زين و I فاعل لازم يجينا الفعل مجرد when I put pepper on my food عندما أضع الفلفل في الطعام شنو يصير من نخلي الفلفل في الطعام راح وكذلك عندكم كلمة cold دائما قلت لكم cold اللي هي معناها الزكام نربطها بيا فعل نربطها بالفعل سنيز اللي معناه شنو يعطس فهنا جاوبت شنو قلت سنيز نجي الى 4 if you yes I feel dizzy اشعر بالدوران I think I'm going to هاي تو لازم شنو نخلي لها نخليها فعل مجرد زين الدوران شنو علاجه yes يعني يشعر بالدوران شنو يحتاج I'm going يعني شنو راح يصير به من يشعر بالدوران راح يغمى عليه فاذا شو نخلي الفعل faint زين 5 if you لازم شو نخلي هنا فعل نشوف الجزء الاخر من الجملة هذا شوفوا موضوع if conditional اذا موجودة if بالسؤال تذكروا موضوع if conditional يعني هذا الجزء شنو انطاكم شلون تجاوبون شوفوا الجزء الاخر الجزء الاخر شنو عندكم The police will arrest you. هذا الزمن شنو future اللي هي first conditional. إذا شنو راح يجينا بعد if راح يجينا بعد if فعل مجرد يقول الكرايم crime الجريمة إذا شنو الجريمة الشرطة راح تلقي القبض عليك أو تعتقلك إذا شنو verb commit اللي معناها شنو معناها يرتكب يقول إذا ترتكب الجريمة البوليس سيعتقلك اوكي